أثبت لك الآن أنني أستطيع ذلك. كيل، لنفعل هذا. نعم، ولكن لا داعي للتردد. أستطيع أن أزيد قوتي أكثر. توقفي! اكتسبت كيل القوة المدمرة ثانية وفقدت السيطرة على قوتها. هل سيستطيع جوكو مواجهة الفتاتين؟ عنوان الحلقة: كليفلا وكيل تتحدان، ظهور مقاتلة جديدة. ماذا؟ يبدو أنها وصلت إلى تلك القوة. لقد عادت إلى ذلك الشكل. تبدين مذهلة بهذا الشكل. إنها طاقة كبيرة جداً. أظن أنها لكيل، مقاتلة العالم السادس. مقاتلو الساينز أقوياء، لا يستخف بقوتهم أبداً. دعني أخبرك شيئاً. كل مقاتلي الساينز أقوياء، ولكنني أقوى مقاتل بينهم جميعاً. ما هذا الكلام الفارغ؟ بشكل السايانز المذهل. هيا بنا يا كيل، دعينا نقاتل معا. كيل، لديك قوة كبيرة جدا الآن. أتعلمين؟ تستطيعين بهذه القوة أن تقاتل الجميع. ألا يمكنك أن تميزيني؟ لا داعي للتردد. أستطيع أن أزيد